بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم جميعا، اساتذتنا الافاضل شرفونا من القاهره، الاستاذ الدكتور محمد عبد الحكيم، الاستاذه الدكتوره جيهان، الدكتور يوسف والدكتور ريم، وبرحب باساتذتي في قسم الصدر وزملائي الاعزاء في من وزاره الصحه ومن قسم الصدر. هنتكلم ان شاء الله عن الترابل شوتنج بروبلمز في الاي سي يو، والحقيقه هم حاطيني في الاي سي يو بين اتنين بقى عمالقه من الناس، اتنين من فارسي الاي سي يو في مصر، الاستاذ الدكتور محمد عبد الحكيم اللي كنا بنستنى محاضراته بنسمعه، والاستاذ الدكتور خالد حسين، وانا كاني طالب بقى بين اتنين اكزامينر، واحد اكسترنال واحد انترنال، ويا رب يبقى خفاف عليا ان شاء الله في الامتحان. عشان نفهم الترابل شوتنج بروبلم في الاي سي يو، دي موضوع مهم جدا جدا ويهم كل طبيب بيشتغل في الرعايه المركزه. الموضوع كونكتد بايه؟ هيبقى ثلاث حاجات، ثلاث محاور. اول واحد المحور الاول المريض اللي في العنايه، ده بيشنت عنده مشكله في الريسبيراتوري تراكت، بدايه من الريسبيراتوري سنتر، مشكله في الريسبيراتوري درايف، في الكومبلاينس، في الريزيستنت، في الايرويز وهكذا. الطرف الثاني اللي هو الدكتور اللي المفروض يكون درس حاله المريض كويس وعارف ايه المشكله اللي عنده، هل هي مشكله في الدرايف، في الريزيستنس، في الكومبلاينس ولا ايه، ويبدا يوظف له الماشين صح ويحط البارامترز بتاعه الماشين بطريقه صحيحه، ويبدا يغذي الطرف الثالث اللي هو الفنتليتور في الاي سي يو. الفنتليتور طبعا ده جهاز ما عندوش عقل، لكن بيعطي ما اخذ، ما الحاجات اللي استتبت فيه هو اللي بيديها للعيان، فلازم الدكتور يدرس المريض كويس ويحط البارامتر بتاعه الماشين. فعندنا 3 برينز زي ما قال الدكتور محمد عبد الحكيم، عندنا العيان وعندنا الدكتور وعندنا الفنتليتور، ولازم الثري برينز دول يشتغلوا في هارموني، لازم يشتغلوا في هارموني مع بعض. لو المريض دكتور ما درست حاله المريض وحط له تايدال فوليوم عالي مثلا، هو عنده الكومبلاينس وحشه بتاعته ممكن يفرقع وهكذا، فلازم يكون الدكتور في الاول يدرس حاله المريض بالظبط ويحط البارامتر والسيتنج بتاعته، يبقى متاكد الماشين بتاعته جاهزه وكويسه. الصوره دي بتوضح ازاي الثلاثه يشتغلوا في هارموني. لو الصوره الاولانيه اللي هي الاولانيه اللي بالاخضر مظلله بالاخضر، الجهاز بيدي انسبيريشن، بيدي تايدال فوليوم، والمريض بياخد انسبيريشن، الدنيا ماشيه مع بعضها. لكن الصوره الثانيه لو الاثنين بيعاكسوا بعض هيحصل مشكله ويحصل اسينكوري بين الاثنين، فلازم يكون الثلاثه بيشتغلوا في هارموني. ولازم نتذكر المقوله دي ان الثلاث عقول يشتغلوا كويس، الدكتور والمريض والفنتليتور يكون متغذي ببارامتر مظبطه على العيان. الترابل شوتنج دي الجولز بتاعها ان تو ايدنتيفاي اند ريسبوند ايرجنتلي اند ابروبريتلي تو ذا بيشنت ديستريس اند فنتليتور مال فانكشن، لازم اشوف المشكله وبتارجت فيها واتعامل فيها بالظبط. الحاجة الثانية تو كوريكت ذا بروبلم وايل مينتيننج ذا بيشنت از فنتليتد اند اوكسجينيتد كويس، يعني وانا بدور على المشكلة ما انساش العيان، لازم اتاكد العيان فنتليتد واوكسجينيتد كويس وانا بدور على حل ايه للمشكلة. قبل ما ابدا المحاضرة هسأل سؤالين، وكله يبص على السؤالين دول ويشوف اجابته هتبقى فيهم ايه، وهل اجابته اتغيرت في نهاية المحاضرة ولا لا. السؤال الأول، وات ار ذا ستيبس ذات كان بي يوزد تو بروتكت ذا بيشنت when a problem occur during mechanical ventilation. The second question is what should you do if a non-problem arise في الفنتليتد بيشنت. لو انا ما عرفتش المشكله ولقيت الارام عمال يزمر ويعمل وهكذا والعيان ديستريسد وما عرفتش المشكله ايه، اتصرف ازاي؟ السؤالين دول نحاول كلنا نجاوب عليهم. الترابل شوتنج امبورتنت ليه؟ عشان الميكانيكال فنتليتد بيشنت ده راجل انتوبيتد وممكن يبقى سيديتد ومش قادر يعبر عن المشكله اللي عنده، لا قادر يقول ان انا الهواء اللي داخل لي جامد قوي، ولا ان انا الانبوبه وجعاني، ولا فيه بين. ده ببساطه خالص ممكن المريض يبقى عنده سيفير باك بين، يبقى نايم غلط وهكذا على السرير، فده هتعمل له مشكله مش قادر يعبر. يبقى الترابل شوتنج دي مهمه جدا اني اعرفها، تمام. والالارمز دي مهمه جدا ان تو سيف البيشنت. الفاريوس بروبلمز اللي ممكن تحصل في الميكانيكال فنتليشن، ممكن يكون في ريسبيراتوري ديستريس او اسينكرو بين الفنتليتر والبيشنت، في ان اديكوت اكسجينيشن ممكن يحصل، ممكن فنتليتر الارمز بمختلفها زي ما هنشوفها، سيستميك ليك اند سيركت ديسكونكشن ممكن يحصل، ممكن يحصل سيكريشن بيلد اب، ممكن يحصل ابنيا او تاكبنيا، ممكن يحصل inadequate fluorescence وممكن accidental extubation. الشريحة دي مهمة جدا جدا جدا، ما فيهاش كلام كتير،
بس ايه اللي انا عايز اقوله؟ عايز اقول انك الدكتور اللي حط البارامتر ما يروحش ينام في العناية، بتاع القسم يروح ينام ويشرب شاي ويتغدى ويتعشى وهكذا، لكن انا ممكن احط سيت بارامتر للعيان وبعد ساعة الدنيا تتغير وهكذا، والعيان يبقى ديستريسد مع انه كان ماشي كويس. فلازم ابقى يقظ ومنتبه جدا، وانا بشتغل في الاي سي يو فاولويز بي اليرت دايناميك، استجيب بسرعه، اغير الحاجات اللي انا حطيتها لو فيها مشكله في العيان وهكذا، اند ريسبوند ارجنتلي اند رابيدلي تو اني اي بروبلم. الفنتليتور الارمز دي من الحاجات اللي هي سيفتي بروتكشن، ودي بتعتمد على ست بارامترز بتتحط تو بروفايد اليرت whenever a problem occur في البيشنت فنتليتور انتر اكشن. الالارمز دي ممكن تبقى اوديبل وممكن تبقى فيجوال وممكن تبقى بوست، وحاجات كثيره من الالارم زي الهاي اند لو بريشر الارم والهاي اند لو تايدال فوليوم اند مينيت فنتليشن الارم، هاي فريكوانسي ابنيا اند هاي اند لو بيب الارم وخلافه زي ما هنشوف. الدكتور بقى لما يروح للعيان ويلاقي عنده في مشكله في الارم ديستريسد وهكذا، في اسنكرو بينه وبين الماشين، عرقان وهكذا، الهارت ريت بتاعه عالي، يعمل ايه؟ اول حاجه يعمل فيجوال اسيسمنت للبيشنت ليفل اوف كونشسنس، يشوف الكالر العين سينوزد ولا لا، بدا يستعمل اكسسوري ماسل ولا لا، بعدين يشوف التشيست موفمنت هل بتتحرك كويس ولا لا، وبيشوف الكونكشنز كويسه ولا لا، يسمع صدر العيان وهكذا. لازم يبص على المونيتور يشوف الهارت ريت والريسبيراتوري ريت الساتوريشن، لازم ريسبوند تو الارم، واولوز 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 دايما بركز عليها ان كيب ان الستابيلتي بتاعت البيشنت يكون ستيبل وادكوتلي فنتليتد اند اوكسجينيشن. عشان نقلل الالارمز لازم نتاكد من بعض الحاجات لما اجي احط العيان على الماشين. اول حاجه الباور، يكون الباور كويسه والفولتج بتاعها صح، والكابل مش محطوط وسط 20 سلك بحيث لو حصل مشكله مش هعرف اغيره وهكذا. يكون في باك اب باتري والباتري تبقى مليانه كويس وهكذا. الجاز سورس بيكون شبكه الغازات كويسه وشغاله كويس وهكذا، لو في سلندر يكون مليانه وفي باك اب سلندرز ثانيه موجوده. البيرسونال دي اهم حاجه، ودايما الطبيب اللي في العنايه لو عندك حريه الاختيار بين تو ماشينز اشتغل على اللي انا فاميليال بيه واللي انا اعرف فيه، لو عندي حريه الاختيار بين كذا مود اشتغل على المود اللي انا فاميليال بيه، لان الانسان زي ما قال الدكتور محمد عدوه ما يجهل، ما ينفعش بس اتفلسف فيها واختار جهاز صعب وغريب وما اشتغلتش عليه واحط العيان عليه وهكذا. ما ينفعش اختار مود انا مش فاميليال بيه وما اشتغلتش عليه على كده، ولو حصل مشكله مش هعرف اتعامل معاه. لازم ايه وزي ما بنقول اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. دايما ابقى بسيط جدا وسيمبل جدا، وابقى يقظ وعارق، واكون حاطط في دماغي ان انا بتعامل مع هيومن بينج. العربيه اللي انا ما اعرفش اسوقها ما ينفعش اجرب واسوقها. اسوق عربيتي اللي هي فيات 128 احسن مركب عربيه مرسيدس، وما اعرفش اسوقها واعمل بيها حادثه. تمام، دي حاجه تبقى ايه في اذهان كل طبيب شغال في الرعايه، وخاصه الناس الايه المبتدئين. البوينتس اللي برضه نحاول نكون عارفينها ان نيفر اجنور الارام، ما ينفعش اطنش الالارم، ممكن اعمله سايلنت شويه تشيك ذا بيشنت كويس، لكن ما ينفعش اعمل ميوت للالارم واقول ده انت صدعتنا كفايه زن كفايه زن، واروح اعمل ميوتيشن للالارم بشكل ثابت واروح انام بعد كده. الكلام ده ما ينفعش. لازم وانا طبيب في العنايه اسمع الالارم كويس واستجيب ليه واشوف المشكله، واسك if you don't know what do، ما ينفعش اكون لا اسمع ولا ارى ولا اتكلم. الجمله الثالثه هي ask if you don't know what you do، دي هنقولها في كل الشرائح اللي بعد كده، ان call for help في كل المواقف اللي انا بتعرض لها، لو ما عرفتش call for help. ما ينفعش، ما فيش حد كبير، ما فيش حد ما بيوقعش في مشكله، اشوف المدرس المساعد اللي معايا للصف اللي معايا، وانا بحضر المحاضره تذكرت حد كان راح للامام مالك، الامام مالك كان ملء السمع والبصر في الفتوى في المدينه وخلافه، فواحد جاله من بلد بعيد جدا جدا ب 20 سؤال، الامام مالك قال له في 17 سؤال لا ادري ولا اعلم تقريبا يعني على ما اتذكر. فدايما اشوف اسك فور هيلب الاكبر مني عشان ما اقعش في بروبلم. الهدف بتاعنا تو بروتكت ذا بيشنت عن طريق ان احنا نعمل ديسكونكشن للفنتيليشن وهكذا، ولو العيان ستيبل نبدا نستجيب للالارم. ف
فالترابل شوتنج لما اكون في شك ومش عارف اتعامل مع العين ايه، لازم اول خطوه بعملها ديسكونكت ذا بيشنت فروم ذا فنتيليشن اند بيجن باك فنتيليشن ويز 100% ايه 100% اكسجين. ده اليميت الماشين كانها سبب للايه للالارم. الثلاث سلايدز اللي جايين ده حاجه فلوت شارت بيلخصوا كل المشاكل تقريبا اللي في العنايه. انا فضلت اعمل فيهم كده بايديا لحد ما عملتهم، يا رب يكونوا واضحين. لو العين ديستريزد وفي كومبرومايز مع الفنتليتور، اول حاجه بعمل ديسكونكشن للعيان من الفنتليتور واعمل باك فنتليشن ب 100% اكسجين. لو العين اتحسن يبقى المشكله في الفنتليتور، اشوف بقى الفنتليتور بتاعي فيه مشكله ولا لا، في ليك في اي تيوبس ولا لا، في ديسكونكشن حصل ولا لا، المود مش حلو، السيتنج مش حلوه اللي انا مديها العين غير مناسبه لوضع العيان وهكذا. لكن لو العين ما اتحسنش، انا عملت ديسكونكشن والعين ما اتحسنش، يبقى المشكله في البيشنت او في التيوب. بعمل ايه؟ بحاول اشوف الايرويز بيتنت ولا لا، بيتنت وانا بنخفخ بالامبول اللي هي متوصله ب 100% اوكسجين، لو لقيت ريزيستنت جامده معايا يبقى في اوبستراكشن في التيوب، وبحاول ادخل سكشن كاثيتر، لو دخلت بسهوله يبقى التيوب مفتوحه، لو ما دخلتش يبقى التيوب اوبستراكتد. طب لو ما دخلتش بسهوله وفي اوبستراكشن في الايروي، يبقى يا اما ثلاث حاجات، يا اما في تيوب كينكد، وفي الحاله دي بعمل كوركشن للوضع بتاع العيان، يا اما العيان في تيوب بايتنج والعيان عاضد على الانبوبه. في الحاله دي بنعمل نحط ماوس بيس للعيان وهكذا. لو في ساكشنز كتيره بنعمل ايه؟ بنعمل ساكشن. لو العيان لقيت التيوب داخل الكاثيتر داخله كويس والتيوب مفتوحه لكن والمشكله ما اتصلحتش والعيان ما اتحسنش، ببص على طول على البيك ايروي بريشر. لو البيك ايروي بريشر كان زي ما هو ما تغيرش، يبقى غالبا دي بالمونري امبوليزم او حاجات اكسترا بالمونري كوز هي اللي عامله الالارم عندي. لكن لو البيك كان ديكريز يبقى غالبا فيه اير ليك او هايبو فنتيليشن. لو البيك اير واي بريشر كار انكريز، فببص الخطوه الثانيه على البلاتو على طول. يعني لو البيك بريشر عالي هبص على البلاتو بريشر، لو البلاتو بريشر ما اتغيرش يبقى عندي مشكله في الـ في الـ في الريزيستنت. الاير واي ريزيستنت هي اللي فيها مشكله، يا اما في برونكس باز، يا اما في سكريشنز كتيره، يا اما فيه كف. لكن لو البيك ايروي بريشر عالي والبلاتو عالي يبقى في مشكله في الكومبلاينس بتاعه العيان، النمونيا زادت، حصل نيموثوراكس، دخل العين دخل في ار دي اس، دخل في بالمونري اديما مني وهكذا، في اوتو بيب عالي، في اتليكتس وهكذا. يبقى لو الاثنين عاليين، البيك ايروي بريشر عالي والبلاتو بريشر عالي، يبقى دي حاجه في الكومبلاينس ابدا اتعامل معاها. لكن لو البيك عالي والبلاتو نورمال، يبقى دي مشكله في الايروي ريزيستنت واتعامل معاها. الالارمز اللي احنا هنشوفها اللو بريشر الارم والهاي بريشر والابنيا والهاي ولو بيب. الهاي بريشر الارم ده بيكون لما البيك انسبيراتوري بريشر اكتر من السيت ليفل اللي انا حاطه. وزي ما قلنا في الهاي بريشر الارم ببص على البلاتو على طول، لو البلاتو هاي يبقى دي مشكله في الكومبلاينس، لو البلاتو نورمال هيبقى مشكله في الاير وير ريزيستنت زي ما احنا شايفين في الدايجرام اللي احنا اللي هو معانا. الهاي بيك بريشر الارم لو النورمال بلاتو، يبقى دي مشكله في الايرو ريزيستنت. ببص على الووتر، هل في ووتر في تيوب ولا لا، هل في فلتر بلوك، هل في سيكريشنز في الاير واي، هل في بارشل او كومبليت بلوك في الاندوتراكيال تيوب، هل تيوب كينكد، هل تيوب فيها بيتنج، هل العيان محصل له معمول رايت سايدد انتوبيشن، هل العيان فايتنج مع الفنتليتور، هل في كوف، هل في برونكوس باز، وابدا اتعامل مع المشاكل دي. بعمل ساكشننج كويس، ريليز العيان من الفنتليتور. لو التيوب احط ماوس بيس عشان العيان ما يعضش على الانبوبه، افضي التيوب من الووتر وهكذا. اعمل ريبوزيشننج للاندوتراكيال تيوب لو داخله في المين ايروي، ريبوزيشننج للعيان لرقبه العيان اصلحها لو في كينك للتيوب، اعمل ري اشورنس للمريض، ممكن ادي سيديشن او ميديكيشن للبين، ممكن ببساطه تكون في بين شديد في العيان. لو العيان فيه برونكوس باز من سيفير ندي برونكو دايليتور، انهيلد برونكو دايليتور وهكذا، اند كول فور هيلب. وما ننساش ان كول فور هيلب دي اخر ستيب، ما ننساهاش دايما. لو العيان عنده البيك ايروي بريشر عالي والبلاتو نورمال، يبقى اما الحاجات اللي احنا قلناها اللي هي البالمونري اديما او اي ار دي اس او اتليكتس او كونسوليديشن او نيموثوراكس او اوتوبيب وهكذا، وبصلح الريزولوشن بتاعها اني بتعامل مع المشكله اللي حصلت، وببدا ايه ببدا اصلح البلمونري دي، ما بدي داريتكس الاير دي اس، هنبدا نغير المود بتاعنا وهكذا، نحط برومبوزيشن وهكذا، اتليكتس ندي ساي
كونسوليديشن نغير الانتي بايوتكس، نيمو ثوركس وهكذا، بحط انتركوستال تيوب، اوتو بيب بغير السنسيتيفيتي، بقلل التايدال فوليوم وهكذا. الجداول دي بتوضح الكلام اللي قلناه وهكذا عشان ما نضيعش وقت. لو العيان عنده لو بريشر او لو مينت فنتيليشن الارم، ببص على ليك بقى، في ليك في السيركت، في الكونكشن ميبي لوز، اعمل كونكشن كويس. لو في كاف ليك، لو في اندوتراكيال تيوب ديسبليسمنت، لو في ديسكونكشن او في انادكويت فلو، الحل بتاعها ببص على الكاف. لو الكاف مش منفوخه كويس، بعمل ري انفليشن للكاف. لكن لو الكاف رابشر، بغير الاندوتراكيال تيوب، اتشيك على السيركت والجنكشن، واعمل تاك جنكشن، اتشيك على الوتر ترابس، لازم افضي الوتر من الترابس كلها، اتشيك على الاندوتراكيال تيوب واعملها كويس، ريكونكت ذا فنتليتور وهكذا، ري اسيست ذا بريس ساوند لو في نيموثوركس وخلافه، اند كول فور هيلب. لو في لو تايدال فوليوم الارم، لو تايدال فوليوم الارم الاسباب بتاعته بيكون الاكسبيراتوري فوليوم ديكريزد عن البريسيت ليفل، والالارم ده بيعرفني ان العيان ريسيف اند اكزهيل ديمنت فوليوم بشكل قليل. الاسباب بتاعتها بتكون غالبا ليك في العيان، فبعمل تشيك للليك والديسكونكشن اللي في التيوبس وهكذا، واعمل انفخ الكف بتاعت الفنتليتور كويس، بتاعت التيوب كويس وهكذا. زي ما قلت في كل الالارمز لازم نتاكد ان العيان جود فنتليتور اند جود اوكسجينيتد. الهاي فريكوانسي الارم، لو العيان بقى عنده الهاي فريكوانسي عاليه والفريكوانسي عالي، اهم كوز للهاي فريكوانسي الارم اللي هو الاوتو تريجرنج. اوتو تريجرنج بيبقى ايه؟ او اكسسيف تريجرنج، بتبقى انا ظابط السنسيتيفيتي قليله جدا، بحيث اي حاجه العين بيحسها كبريث فبيسجل الارم عالي. ففي الحاله دي لازم اصلح السنسيتيفيتي اللي انا حاططها. بعض اسباب الهاي فريكوانسي الارم اللي هو البين، والبين ما ننساهوش الناس اللي شغاله في الاي سي يو، العين ممكن يكون عنده بين، يكون عنده بيد سورز، يكون عنده ألسر في اي مكان، تكون التيوب تعب زور وهكذا. فالبين الشديد ده هو ممكن يعمل لي هاي فريكوانسي الارم وهكذا. فلازم البين من الحاجات المهمه جدا ان احنا لا ننساها ولا نتجاهلها في الاي سي يو. الهايبوكسيما ممكن تعمل ميتابوليك اسيدوزس، الحاجات دي كلها ممكن تعمل هاي نيورولوجيكال درايف. الريسبونس للهاي فريكوانسي الارم، ان زي ما قلت اول حاجه ادجست السنسيتيفيتي سيتنج تو بريفنت اوتو تريجرنج، دي اهم خطوه، وندي انكزيوليتك وندي انالجيزيا وندي سيديشن، اند بروفايد فيربال اشورنس تو ذا بيشنت، انكريز ذا ليفل اوف بريشر سبورت، انكريز انسبيراتوري فلو سيتنج اند اف اي او 2 وهكذا. فالحاجات دي كلها، الخطوات دي كلها بتساعدني ان اتغلب على الهاي فريكوانسي الارم، اهمهم ان ادجست السنسيتيفيتي تو بريفنت اوتو تريجرنج. ممكن يحصل ابنيا للعيان، وخاصة في الأجهزة اللي ما فيهاش باك أبريت، لكن أغلب الأجهزة فيها باك أبريت دلوقتي، ودي بتحصل في العينين اللي محطوطين على سبونتينيوس مود زي البرشا سبورت فنتليشن أو السباب أو الباي باب مود وهكذا. ففي الحالة دي لازم أغير على أغير المود أو أغير على جهاز على مود فيه باك أبريت، وانكريز الاماونت اوف فنتيلاتوري سبورت وادجست سنسيتيفيتي سيتنج او تشينج ذا مود تو ذا مود ويز باك ابريت. الهاي بيب ممكن يحصل هاي بيب الارم، الهاي بيب الارم ممكن يديني الساوند داون بسبب الاوتو بيب، وفي اير ترابنج كتير، والكوز بتاع الاوتو بيب بيزيد في حالات السي او بي دي مثلا، بيكون في برونجد اكسبيريشن، وبرونجد اكسبيريشن بيكون في تايدال فوليوم عالي والعين مش بيطلع كل الهواء فبيدخل في اوتو بيب، وده بيؤدي الى انكريز الورك اوف بريسنج وريسبيراتوري ديستريس. ودايما في حالات الاوتو بيب او الهاي بيب العالي لازم اطول الاكسبيراتوري تايم عشان افضي، ابدا العيان يطلع الاكسبيراتوري او الهواء المحبوس عنده، فبرونج البيشنت اكسبيراتوري تايم، ده السوليوشن في حالات الهاي بيب الارم. اللو بيب الارم ممكن تحصل زيها زي حالات اللو البيج بريشر الارم زيها بالظبط، وفي الحاله دي لازم اتعامل مع المشكله بان ممكن اتعامل مع المشكله دي واشوف ايه اللي خلى لو بيب الارم. هل في ديسكونكشن؟ هل في لوز في الكونكشن بتاع التيوب؟ هل الانسبيراتوري فلو اللي انا مديه قليل خالص وابدا اتعامل معاه؟ الاوتو بيب زي ما قلنا بيحصل في حالات الريسبيراتوري، حالات السي او بي دي مينلي وهكذا، والسوليوشن بتاعها ان برلونج اكسبيراتوري تايم اند ديكريز اي اي ريشيو، ده الحل في حالات الاوتو بيب.
في حاجة اسمها بريث ستوكينج، دي بتحصل امتى؟ البريث ستوكينج دي لو الفنتليتور انسبيراتوري تايم فينيشد لكن العيان ستيل كونتينيو تو انهيل افتر ذا سيت تايدال فوليوم هاز بين ديليفرد، الماشين بتتحس الاونجوينج انهيليشن بتاع العيان ده ان ايفورت وبتدي انذر تايدال فوليوم، النتيجه بتكون فيه لارجر ذان سيت تايدال فوليوم، وده انجوريوس اللنج بيؤدي الى هاي بيك الارم اند هاي بلاتو بريشر. الستيبس عشان اتغلب على البريث ستوكينج، ذا فيرست ستيب انكريس سيديشن تو ذا 2 مينتس. خلاص نكتفي بكده. انكريز السيديشن اند ويز بروبوفول وديكريز الانسبيراتوري فلو ريت، كونسيدر انكريزنج تايدال فوليوم از لونج از ذا بلودو بريشر اقل من 30 سنتيمتر ووتر اند اد اون انسبيراتوري بوز وانشيت نيورو ماسكولار بلوكنج اند كول فور هيلب، ودي اللي احنا بنقول عليها في كل خطوه كول فور هيلب. في البيشنت فنتليتور اسينكوري اتكلمنا عنها الزملاء كتير، ده بيكون في ديسكور بين العيان والماشين، ده بيزود الورك بريسنج وبيعمل ديفيكالتي في البريسنج. في ممكن نحصل اكسيدنتال انتوبيشن ودي بتدي مشكله في العيان اللي معتمد على هاي بريشر سبورت وهكذا. وفي زمان اساتذتنا كان بيقول لك العيان اللي بيشيل التيوب ما تركبش التيوب تاني لانه وصل لدرجه من المسل باور والاورينتيشن انه يشيل التيوب، لكن لو العيان ديبندنت على هاي بريشر سبورت ممكن يحصل مشكله وبنحتاج نعمل ري انتوبيشن مرة أخرى. السؤالين اللي أنا طرحتهم في الأول، الخطوات اللي أنا بعملها لما بتعامل مع عيان، انشور بيشنت أديكوت فنتليتد وأديكوت جينيتد وريسبوند تو ألارم. والسؤال الثاني، لو أنا ما عرفتش أتعامل مع المشكلة، ديسكونكت ذا بيشنت فروم ذا ماشين أند جود أند دو باك بريثنج ويز 100% إيه أوكسجين أند تيك هوم مسج فنتليتور ألارم ترابل شوتينج إز ذا بروسيس تو أيدنتيفاي أند كوريكت ذا سورس أوف ذا بروبلم. Each type of ventilator alarm designed to notify respiratory problem ولازم العيان الطبيب يستجيب للبروبلم دي. وزي ما انا قلت الملخص بتاع المحاضره ان كل واحد يشتغل على الجهاز اللي يعرفه والمود اللي يعرفه، بلاش فلسفه في العنايه، وكل في الهرب لو ما عرفش يتعامل مع الالارم ازاي، لان احنا بنتعامل مع هيومن بينج والشخص ده بيكون رب اسره وهكذا. And thank you very much.